السلام عليكم، مرحبا بمشاهدي حلقاتنا. أنتم الآن مع العالم الذي بدأ رحلته منذ كان في 15 من عمره، وحينما وصل 25 كان يشابه أعطى العلماء ويقدم أندر الرؤى والعلوم. صغير في سنه، كبير في علمه، عزيز في مقامه. هل تجدون في الشرق الأوسط شابا في 25 يطرح علما لن تجدوه في كل مكتبات الأمة الإسلامية؟ هل تجدون تفسيرة لكتاب الله فاقت التصور والروعة والجمال في عصرنا الحالي؟ هل تجدون شابا في ريعان شبابه يتحدث بحكمة الحكماء وبعلم الراسخين في العلم وببساطة الشباب؟ هل تجدون الآن علما يزيد حياتكم رشدا ونضجا، وفي نفس الوقت يزيد صلتكم بالمرجع والأساس؟ نعم يا سادة، إنه أحد أندر الوجوه في الشرق الأوسط، العالم الكبير في مقامه والصغير في سنوات عمره. إنه من فسر كلام الله جل جلاله بما لم يسبق لأحد عمله وتفسيره، فأي مقام وعلم بعد فهم وتفسير كلام ملك الملوك سبحانه. إنه الذي جاب المحافظات والمدن والبلاد ناشرا لعلمه ولحكمته الراسخة. إنه العالم الكبير أمين صبري. والآن أنتم في دقائق متاحة من وقته ليخبركم فيها بأمور تزيد وعيكم وحكمتكم. اغتنموا تلك الدقائق واشكروا الله أن أتيحت لكم فرصة سماعها، لأنكم إن أردتم الحصول على العلم منه مباشرة فليس ذلك سهلا أو متاحا، ويكلفكم آلاف الدولارات. فلم يدفع موسى عليه السلام في تحصيل علم الخضر القليل أو الرخيص، بل دفع الغالي من وقته وجهده وماله لكي يحصل معلومة واحدة من عبد آتاه الله علما. لذلك لا تضيعوا دقيقة واحدة ولتأخذوا منها العلم والحكمة. أنتم الآن في حضرة عالم، ولينصت الكل وليفسح المجال لتلك الحكمة أن تسري في كيانه، فلن تجدوها متاحة في الكتب ولا في المكتبات ولا في الجامعات. والآن مع العالم المصري الشاب أمين صبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجاوب في الحلقة دي عن أكتر الأسئلة اللي الناس بتسألها على وجه الأرض، وأكتر المواضيع اللي كل الناس بتبحث عليها، وهو موضوع الغنى. إن كل واحد يبقى غني، إن كل واحد يبقى ثري. مبدئياً في عندك فرق ما بين اسم الله الغني واسم الله الرزاق، اسم الله الغني واسم الله ذو الفضل. طبعا اسم الله الرزاق هو قبلهم، يعني ان هو بيرزقك اصلا، انك عندك اكل وشرب وحاجة، دي اسم الله الرزاق. بعد كده انك تبقى مستكفي ومعاك اكتر من احتياجك، ده اسم الله الغني. بعد كده اسم الله ذو الفضل، ان يبقى عندك وفرة وزيادة في الحاجات، بدل ما عندك عربية عندك اتنين، بدل ما عندك أرض عندك أراضي، بدل ما عندك شقة عندك مجموعة من الشقق في مختلف البلاد. ده اسم الله ذو الفضل. إن شاء الله في عاملين كورس في الأسماء الحسنى، هو المستوى الثاني، بنتكلم فيه بالتفصيل عن اسم الله الرزاق إزاي يشتغل، اسم الله الغني بالتفصيل، واسم الله ذو الفضل، واسم الله الملك، يعني إنك يبقى عندك أملاك وبتتملك أشياء. يعني أربع أسماء مهمين جدا، الرزاق، الغني، ذو الفضل، الملك، بالترتيب ده. لكن ده المستوى الثاني، احنا هنعمل المستوى الأول خلال أيام، وطبعا اللي عايز يحضر المستوى الثاني أهلا وسهلا، لكن الأفضل إنه يحضر المستوى الأول لأنه بيعلي الاستفادة من المستوى الثاني والثالث وهكذا. لكن في حلقة النهاردة إن شاء الله هكلمكم شوية كده عن اسم الله الغني، إزاي تصبح غني. اسم الله الغني هو أصلا من أسماء الستة الرئيسية في نفسية الإنسان. يعني أول اسم عند الإنسان اسم الله الحي، إنك تبقى عايش، إن أنا حي. بعد كده اسم الله الرزاق، إن أنا رزق جاي لي. بعد كده اسم الله العزيز، إن أنا راسي فوق وكرامتي في السماء. بعد كده اسم الله الغني، ده رابع اسم، رابع أهم اسم في ترتيب الأسماء الحسنى في حياة الإنسان، طبعا بعد قانون البقاء وبعد الرزق وخلافه. السؤال الوقت اللي بيظل قائما، ازاي ابقى غني؟ الغنى ده يا باشا هو الاول احساس قبل ما يبقى حالة، قبل ما يبقى عندك عربية، وقبل ما يبقى عندك وفرة في الحاجات، هو اصلا احساس جواك. ودايما علشان توفر الحاجة برة، عشان توفرها في اسم الله الظاهر، لازم الاول تتوفر في اسم الله الباطن.
دي قاعدة بنتفق عليها وبنحط أسسها في المستوى الأول في الأسماء الحسنى. عندنا في المستوى الأول في الأسماء الحسنى بندرس اسم الله الأول واسم الله الآخر واسم الله الظاهر واسم الله الباطن واسم الله البر. دول الأسماء المحورية الأساسية في بداية أي مشروع أو أي شيء أو أي فكرة منافعة. فالوقت قبل ما تبقى أنت غني في الظاهر في اسم الله الظاهر، لازم الأول نشغل الاسم في الباطن، فتبقى أنت غني في الباطن. النهاردة بقى هقول لكم بعض الخطوات اللي هي بتسمع في الظاهر والباطن مع بعض، ازاي تبقى غني في الباطن وفي الظاهر. هقول لكم النهارده طبعا الـ اي اسم الاسماء الحسنى ما هوش معجزه، هو طبعا معجزه لما يتحقق في حياتك، لكن طريقه تفعيله ما هيش معجزه. وعلى فكره مش هقعد احكي لك عن طرق معقده وتطلع جبال عشان تحقق اسم، عشان تفعل اسم، لا، ده انا بقول لك خطوات في منتهى اليسر. هتشوف الوقت مثال خطوات في منتهى السهوله بتفعل لك اسم من الاسماء الحسنى في حياتك. الموضوع مش معقد، وانما سهل ممتنع، وهتعرف الوقت معايا. وده يعني مثال بقدمه لكل الناس اللي عايزه تشوف الاسماء الحسنى ده بتشتغل ازاي. احنا الوقت بنقول ازاي نشغل اسم الله الغني في حياتنا. النهارده بحضر لكم في الفيديو ده ثلاث خطوات. طبعا اسم الله الغني، بصوا اي اسم الاسماء الحسنى له في كورس الاسماء بنتكلم بالتفصيل ده عن الموضوع ده، له ست طرق عامه وله طرق خاصه. يعني انت عايز تفعل اسم الله الغني، في ست طرق عامه بيمشوا على الغني وبيمشوا على اي اسم تاني، وفي طرق خاصه بالاسم ذاته. الست طرق عامه دول بيمشوا مع الغني ومع الملك ومع العزيز، اي ست طرق بيمشوا مع كل الاسماء دي اسمها الطرق العامه، وفي طرق خاصه. طيب اللي انا هكلمكم فيه دلوقتي الطرق الخاصه بتاعت اسم الغني، اما الطرق العامه دي بشرحها في كورس الاسماء اللي هي الست طرق اللي اي اسم لو انت عايز تشغله بتشغله بيه. تقدر تقول ان كل اسم عباره عن كانه جهاز بيتحكم في الكون. اي اسم الاسماء لو انت ضغطت على الزرار بتاعه، ضغطت على زرار الاسم، يبدا الاسم اول ما يشتغل يسمع في الكون كله، فيحقق لك كل ما يقتضي هذا الجهاز اللي هو مثلا اسم الغني. عندنا مثلا ست زراير، لو ضغطت على 1 2 3 كل ما اضغط على واحد كل ما الغني بيشتغل اكتر، فلما اضغط على السته مثلا الغنى في الكون كله بيتحقق لي وبيتوفر لي. طيب انا الوقت هقول لك ان شاء الله ثلاث طرق في تفعيل اسم الله الغني بشكل خاص على هذا الاسم. ايه هما؟ اول طريقه، طرق بسيطة جدا، استغني عن الناس في أبسط الحاجات. يعني إيه؟ أنت قاعد دلوقتي بتتفرج عليه، عايز تعمل كوباية شاي، عايز تشرب كوباية شاي، فبتقوم تعمل إيه؟ بتقوم تنادي على مامتك تعملها لك، أو تنادي على مراتك، أو تقول للخدامة تعملها. طيب ده اللي بيحصل. تعرف إنك لو أنت قمت، أنت عايز شاي؟ ما كلمتش حد، قمت اتحركت للمطبخ، حطيت الميه وحطيت الكوبايه وظبطت الحاجه وخدت الشاي وجيت، انت عملت هنا ايه؟ انت عملت كوبايه شاي؟ لا، انت عملت قيمه اسمها الاستغناء عن غيرك في كوبايه الشاي، فبقت كوبايه الشاي دي مشحونه باسم الله الغني لانك استغنيت فيها عن اي حد يعملها لك. بسيطه جدا، عايز تنزل نسخه ويندوز لللاب بتاعك، بتقوم تنزل تحت للسايبر او لاي محل بتاع كمبيوتر تقول له هيا عم الحاج الجهاز بتاعي اهو نزل نسخه ويندوز وظبط لي البرامج وظبط لي الاوفيس، الكلام اللي انت عارفه ده. بيقوم الراجل يمسك الجهاز بتاعك ويبدا هو ايه انت محتاجه ويقول لك عدى عليا كمان ساعتين، فانت بتفضل متعلق الساعتين دول عما هو يخلص الموضوع. طب ما هنا انت محتاج، طب ما تتعلم، خش على اليوتيوب وتعلم ازاي تنزل نسخه الويندوز. طبعا لو انت مش فاضي وعندك شغل بتعمله دي قضية تانية، أنا بتكلم في حالة إنك تقدر عندك الوقت اللي تقدر تعمل فيه. خش على اليوتيوب اتعلم ازاي تنزل نسخة الويندوز، وهات الاسطوانة بتاعتها وهات اللي مش عارف الأدوات بتاعتها واعرف خطواتها ايه واعملها. أول ما بتنزل نسخة ويندوز ركز معايا، أنت اللي منزلها بنفسك، يعني أنت استغنيت فيها عن السايبر، أنت اللي استغنيت فيها عن الناس، يبقى نسخة الويندوز دي مشحونة باسم الله الغني تلقائي، فكل الشغل اللي هتعمله عليها هيوفر لك الاستغناء، لأنها من الأول فيها استغناء، فيها اسم الغني، بسيطة جدا. يعني يا جماعة والله العظيم منهج الأسماء الحسنى ده لما عملته في حياتي غير لكل حياتي، وبطرق سهلة جدا. يعني اعمل كوباية شاي لنفسك، نزل نسخة الويندوز بنفسك، وأنت بتنزلها مستشعر
اهو انا مستغني على ان حد يعملها لي، اهو انا مش محتاج بقى اقول لامي تقوم اعمل الشاي وهي مشغوله انت مستغني خلاص. ده اول خطوه، استغني عن الناس في حاجات بسيطه جدا. طب افرض بقى انك اصلا مشغول وحد بيعملها لك، ماشي مفيش مشكله، لكن في حاجات لو عندك فيها وقت ما تخليش حد يعملها لك، اعملها انت، استغني فيها انت. جميل، دي اول خطوه. تاني خطوه، استغني، وركز بقى معايا في الخطوه دي، استغني عن ادوات الغنى بادوات تانية. يعني ايه؟ مره مثلا من المرات ابقى رايح مدينه بالعربيه، سايق العربيه ورايح، فانا هنا بالعربيه انا مستغني بالسياره عن القطر وعن الاوتوبيسات وعن المواصلات، انا كده مستغني بالعربيه، ودايما بروح المدينه دي بالعربيه بالسياره. طيب جيت في مره قلت ايه، انا كده بقيت محتاج السياره دايما. ركز معايا كده في الحته دي، انا كده بقيت احوج للسياره دايما انها توديني وتسفرني. طب اعمل ايه انا بقى المره دي؟ اقدر امشي بالعربيه، اهو العربيه قدامي والمفتاح معايا وكل والعربيه جاهزه وكل حاجه تمام، اقدر امشي بالعربيه، بس انا هثبت للعربيه ان انا مش محتاجها. يعني هعمل ايه؟ هستغني عن العربيه بالقطر. فرحت واخد بعضي انا واسرتي ورحنا حاجزين القطر وركبنا في القطر ورحنا المدينه. ليه؟ مش عشان، وحجزت طبعا الدرجه اللي ما فيهاش زحمه والكلام ده. ليه؟ مش عشان انا عايز اركب القطر ولا عشان العربيه فيها مشكله، الحمد لله العربيه تمام والقطر تمام، لكن انا حبيت اوري نفسي ان انا مستغني عن العربيه بغير العربيه، فرحت راكب القطر. طب لما جيت بقى في الزياره اللي بعدها انا مستغني عن القطر بالعربيه، فانا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بستغني بالنعمه عن حاجه وبستغني بحاجه عن النعمه، فانا هنا عايش قيمه الغنى بشكل موزون. لكن الناس بتفضل تركب في القطر وفي الاتوبيس، محتاجين القطر والاتوبيس، جابوا العربيه خلاص بقوا محتاجين العربيه جدا، جابوا مش عارف بقى كل ما بيجيبوا حاجه بيقعدوا يستخدموها لغايه ما يبقوا هم احوج اليها. فهنا انت الغني مش شغال، ما تفكرش ان العربيه دي اغنتك، العربيه هتغنيك لما انت فعلا تبقى مستغني عن كل حاجه. اذا لما انت يبقى عندك اداه بتغنيك ما تحاولش دايما تبقى انت في حاجه اليه، حاول دايما توفر اداه بديله عشان تستغني بهذه عن هذه وبهذه عن هذه. ايه اللي بقى اللي بتطلع منه؟ انك بقيت مستغني عن الاثنين، بتستغني بدي عن دي وبدي عن دي، يبقى انت اصلا عايش قيمه الغنى. يبقى دي تاني خطوه من الخطوات اللي الناس ما بتاخدش بالها في الحياه عشان بيها تستغني. حتى تلاقي دايما الناس الاثرياء يقول لك ايه، ده عنده عربيتين، ده عنده فيلتين، يعني يقدر يستغني بدي عن دي وبدي عن دي. ما هي دي، ما هي دي اللي بنتكلم عليها. ما هو انت لو في الباطن بتستغني بالعربيه عن القطر وبتستغني بالقطر عن العربيه، يبقى انت عشت القيمه، يبقى انت في يوم من الايام هيبقى عندك عربيتين وهيبقى عندك فيلتين وهيبقى عندك. ما هو ده الموضوع، انك في الباطن بتشغل الاسم وبالتالي في الظاهر بيعكس معاك الاسم. يبقى ده تاني خطوه لتشغيل، يعني زي ما تقول كده الزرار اللي بتضغط على الزراير اللي بتشغل بها اسم الغني. ده تاني خطوه. تالت خطوه، اشتغل في اكتر حاجه انت مستغني فيها عن الناس فهتشغل لك اسم الغني. مثلا واحد بيحب يرسم، ودي بقى الموهبة اللي بنقول عليها، واحد بيحب يرسم، فالشخص ده لما بيجي يرسم بيبقى مستغني عن أخوه عن أمه عن مراته عن ولاده، بيبقى هو الوحيد على وجه الأرض اللي مش محتاج أي حد معاه في حالة الرسم. ده معناه إيه؟ طالما ده نشاط انت مستغني فيه عن اي حد، يبقى ده النشاط اللي هيغنيك ماديا وحسيا واجتماعيا طالما انت مستغني فيه عن اي حد. فمثلا لما انا دلوقتي بقعد اعمل بحث معين عن اي امر ما في القرآن، الحمد لله ببقى مستغني عن التفاسير ومستغني عن اليوتيوب ومستغني عن الكتب ومستغني، ببقى قاعد مني لله سبحانه وتعالى وعندي الطرق اللي بستعملها بحيث ان انا اوصل للمعنى، وربنا سبحانه وتعالى بيوفقني وبيغنيني. طالما دي بقدر استغني فيها عن كل الناس، يبقى نفس دي هي اللي هتغنيني ماديا واجتماعيا وحسيا عن الكل. فاخد بالك، في بعض الناس بيبقى قوي وغني في حاجة وبيدور على حاجة تانية تغنيه. ركز معايا في المعادلة دي، انا مثلا قوي في الابحاث وفي العلم وفي استخراج معلومات، دي المصدر اللي انا غني فيه عن غيري، بستغني فيه عن اي حد يعني. طب حلو، ما اقومش انا بقى اقعد ادور على مشروع تاني يغنيني، وده اصلا انا بستغني. خد بالك، نفس الحاجه اللي انت بتستغني فيها عن الناس
هي نفس الحاجة اللي هتغنيك عن هي العملية متبادلة، زي ما أنا مستغني عن الناس في دي يبقى هي اللي هتغنيني عن الناس في نفس الحاجة. فالمهم يبقى لازم أستغل نفس الأداة اللي أنا مستغني فيها. لو كنت بحب الرسم وبستغني عن كل الناس في الرسم، يبقى لازم أبقى ثري من الرسم، يبقى لازم أعمل مشاريع بالرسم تغنيني عن كل الناس. طالما أنا العلم والأبحاث بستغني فيها عن كل الناس، يبقى هي دي اسم الله الغني عندي، يبقى لازم أكسب وأبقى غني، ويبقى أموالي ويبقى استثماراتي كلها أغلبها يعني، وأموالي وأرباحي واستغنائي المالي والاجتماعي بالحاجة دي. بس ما اسمعش بقى اللي بيضحك عليك ويقول لك ايه، لا يا عم العلم ما بيكسبش عيش وما بياكلش عيش، واعمل مشروع تاني. في بعض المدربين زملاء يعني في المجال اللي احنا فيه، يقوم قايل لك ايه، انا المجال ده مش مضمون، يعني الابحاث والعلم والحاجات دي مش مضمونه، وبالتالي انا عامل لي عقارات واستثمارات بره علشان انا مش واثق في المجال ده. ببص له كده اقول له جوه نفسي، لا الموضوع مش كده، الموضوع ان انت ما انتش قادر تبقى غني في المجال ده نفسيا، دايما محتاج مثلا ابحاث تيجي من بره عشان تترجمها وتشتغل بيها، محتاج مثلا مادة علمية جديدة تطلع وانت تشتغل، انت محتاج، وبالتالي المجال مش مغنيك. لكن انا مش محتاج، انا الحمد لله بقعد اشتغل وبعمل ابحاث ومستغني عن كتب الدنيا كلها، كتب العالم كله ما بحتاجهاش، هو كتاب ربنا انا مستغني بيه عن كل حاجه. خلاص طالما انا مستغني عن الكل في الحاجه دي، يبقى هي دي اقوى وسيله بتغنيني. وانا بقول اهو، الشخص اللي ما بينفذش المعادله دي لن يرى الغنى. ابحث بقى عن الحاجه الثانيه اللي انت تبقى غني فيها وخد منها الاستغناء، والا يبقى انت بتضحك على نفسك. لو انت بتقدر تستغني عن الناس في التجاره، يبقى هي التجاره هي اللي تغنيك. لو انت بتقدر تستغني في الناس عن الناس في التلحين والموسيقى، يبقى الموسيقى هي اللي تغنيك. لو انت بتقدر تستغني عن الناس في حل المشاكل، يبقى حل المشاكل هو اللي هيغنيك. لو انت بتقدر تستغني عن الناس في الكتابة والتدوين، يبقى الكتابة والتدوين هو اللي هيغنيك. دي سنة الحياة، ما تستغني فيه عن غيرك هو ما يغنيك، لان اسم الغني شغال في كلا الطرفين، شغال في الكفة اليمين وشغال في الكفة الشمال. طيب إذن كل الناس بقى اللي بتبقى مهزوزة في المجال وتقعد تقول لك لا يا عم انا مش واثق ومش عارف في الشغل لانه مش مضمون، ده انا بقول له انت اصلا ما انتش مستغني في المجال، وبالتالي المجال لن يغنيك. لكن لما بقى انا مستغني في المجال وعندي ما يغنيني عن كل الاطراف، ساعتها المجال ده هيغنيني غصبا عن الظروف وغصبا عن الاطراف. هي دي اسم الله الغني. يبقى انت دلوقتي عشان تشغل اسم الله الغني، بتدور على اسم من الاسماء الحسنى اللي قبله. انا قلتها قبل كده بس ما فصلتش فيه. فمثلا الرسام عنده اسم الله المصور شغال، فما يقعدش بقى يدور على مشروع يوصل له الغني وهو عنده اسم الله المصور يوصل له الغني. يبقى انت عندك اسم الغني في الترتيب. بصوا يا جماعة، الاسماء الحسنى موجودة عندنا كلنا بترتيب مختلف. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي العليم، العلم بيقوم يوفر لي الغني، بيغنيني نفسيا وماديا الحمد لله. فالغني لما بيتوفر بعد العليم بيقوم يوفر لي العزيز، فببقى عندي عزة، فببقى زي أي صاحب منصب، مش محتاج لمنصب ولا أي مكانة رسمية، لأن أنا أصلا عزيز بعلمي وبغناية عن الكل، أنا عزيز. يبقى أنا عندي الوقت العليم بيوصل للغني وبيوصل للعزيز، ده ترتيبهم عندي. واحد تاني يبقى عنده مثلا المصور اللي هو ديزاينر مثلا بيوصله للغني. يبقى هو عنده ما يقدرش الوقت يقفز عشان يوصل اسم الغني الا لما يفعل اسم المصور، وهكذا. كل واحد فينا عنده ترتيب، وهي دي الخطوه الثالثه اللي بقولك عليها، استغل اكتر حاجه انت مستغني فيها، لان هي نفس الاسم اللي موجود في الترتيب الجيني عندك قبل اسم الله الغني. فلو انت استغليت الاسم ده تلقائي هيقوم يشغلك. هي الفكره بقى هي ايه، وسهله جدا. اقعد اسال نفسك دلوقتي، يا ترى ايه اكتر حاجات انا اقدر اعملها الان دون ما احتاج اي حد، دون الحاجه لاي شيء، اقدر لوحدي استغني فيه عن كل الناس. نفس هي دي الاداه او الشيء اللي هيغنيك عن كل الناس. طيب ممكن بقى يحصل مشكله ان الانسان ما يبقاش عنده قوه في ممارسه الاسم وقوه في الاستغناء، يعني عايز يبين لغيره ان هو محتاجه. خد بالك من نقطه، احنا كده كده محتاجين بعض، الناس كلها محتاجة بعض، وما فيش إنسان غني 100%.
يعني حتى الغني اللي معاه مليارات هو محتاج الخدام ومحتاج الحلاق، مفيش انسان غني 100%، الوحيد الغني مليار المية هو الله. احنا بنتكلم على الاستغناء النفسي اللي يخليك باسم العزيز، يعني الغنى اللي يوصلك للعزيز، يعني تبقى غني بكرامة، تبقى غني بعزة، مش الغني اللي يكبرك عن الناس فتبقى انت مش محتاج اي حد حتى في الحلاقة، لا ما بتكلمش على الحتة دي. فبنقول اسم الغني لما يشتغل فيغنيك عن الناس لازم هو كمان يشتغل بقوة. يعني ايه؟ ما ينفعش تخجل من مهنتك او من الأداة اللي انت غني فيه، فتقوم قايل ايه؟ زي المثال اللي قلته لكم الوقت، ان الشخص يقول لك يا عم لا المجال ده مش مضمون وما بياكلش عيش ولابد اعمل لي استثمار. يا عم عايز تعمل استثمار، خد بالك انت لو عايز تعمل استثمار تاني مع مجالك مفيش مشكلة اعمل، بس ما تعملوش هربا. يعني لما انت بتعمله هربا من ان المجال ده يقع يبقى انت اصلا عندك وقوع في ذاتك، يبقى انت اصلا مش مستغني. انما لما تعمل المشروع التاني الاضافي الاستثمار الاضافي وانت مستغني وانت اصلا قوي في المجال يبقى انت ده حاجة كويسة. المهم بنقول ان في بعض الناس بتبقى عندها يعني ضعف واحتياج في طلب حقه في الاسم اللي شغال. يعني مثلا هو بيصمم، وبنشوفها كتير عند مصممين الفوتوشوب في مصر، تلاقي الشاب يعمل لك تصميم لوجو او يعمل لك تصميم اعلان او اعلان محل او يافطة محل ويقول لك مثلا 50 جنيه او 100 جنيه ويتشحطط وراه عشان ياخد منه 100 جنيه دي. هو الشخص ده المصمم غني في الفوتوشوب، يعني يقدر يستغني عنك في التصميم. فانت رحت جاي له قلت له اعمل حاجه صمم لي، وهو قال لك المقابل بتاعها هيبقى 100 جنيه مبلغ، يعني مبلغ صغير جدا. المهم انه بعد ما بيديك التصميم او بعد ما بيدي الشخص التصميم يفضل الشخص بقى يشحططه علشان يديله ال 100 جنيه دي، ويبدا يتكرر الموضوع، يبدا يتكرر الموضوع ده مع نماذج كتير. ودايما بشوف مصممين فوتوشوب وانديزاين وحاجات من كده بيشتكم من ان الناس ما بتديلهمش حقهم، فما بيقدروش يحققوا الغنى في الاسم. يعني هو غني في اسم الله المصور بس للاسف ما بيعرفش يشغل الغني بقى بجد. هو غني بس الناس ما بتقدروش. في الحلقه دي بقى هنا لازم وده قوانين دنيويه بحته، لازم تشتغل، لازم تفرض على الجمهور استغناءك وغناك في الاسم. لكن بينك وبين نفسك عارف انك ما انتش غني في الاسم. يعني ايه؟ بتاع الفوتوشوب ده هو عنده اسم الله المصور شغال، فالمفروض اسم الله المصور يوفر له الغني. المفروض لما يجي له واحد يقول له انا عايزك تصمم لي صوره، يقوم مبين له ايه؟ يقوم مبين له انا ما بتحركش في الفوتوشوب وما بصممش صوره الا لما نص المبلغ بالدفع مثلا. انا ما عنديش وقت اضيعه معاك، انا عندي تصميمات كتير، ما بفتحش نيو فولدر في الفوتوشوب الا لما نص المبلغ بيبقى موجود، والا مع السلامه انا عندي اللي يغنيني. اول ما انت بتشغل اسم الله المصور وبتعمل له كفر بالغني، انا مش محتاجك اصلا اصمم لك، انا عندي شغل كافيني، فانا مش محتاج ان انا اشتغل لك، فان ما دفعتش النص مش هعمل لك حاجه. اول ما انت بتحصن اسم الله المصور ايها المصمم الفوتوشوب وتعمل له كفر باسم الله الغني، بيبدا اجباري زباينك وعملائك اللي بيتعاملوا معاك بيبداوا هم كمان يغنوك ويبقوا محتاجين ليك وغصب. وايه لدرجه ان ممكن واحد يقول لك طب خد انت عايز 100، طب خد 200 وخلصه لي بسرعه. يعني بيبدا هو بقى اللي يمارس معاك اصلا الغنى اكتر. ليه؟ لانك عملت كفر. ما هو دي كلها اسماء الله سبحانه وتعالى فلازم تشتغل بيها. انت عندك اسم الله المصور ربنا اللي اداهولك، فانت عملت كفر بيه باسم الغني فالناس اغنتك. بس في المقابل بقى بينك وبين نفسك انت عارف ان انت لسه في مجال التصميم قدامك كتير، فبتقوم قايل ايه؟ يا رب باسمك المصور علمني برامج اكتر، وعلمني تصميمات احسن، وعلمني صور ابدع واجمل. ده ايه؟ ده الاسم بينك وبين الله، بينك وبين نفسك. انت عارف ان انت فيه مش مستغني، بل انت محتاج ربنا يلهمك اكتر تصميمات وتصميمات. ده بينك وبين نفسك. لكن بينك وبين الناس لا معلش،
لازم الاسم يتحسن او يتعمل له كفر باسم الله الغني، فتحط شروط على جمهورك ان معلش انا ما بعملش الخدمه دي الا بالمقابل ده، والا انا مش محتاجك في حاجه، انا عندي ما يغنيني وعندي شغل يكفيني. يبقى في فرق ما بين تفعيل الاسم بينك وبين الجمهور، بينك وبين الناس تفعيله بشروط، وتفعيل الاسم بينك وبين نفسك، بينك وبين الله. انت عارف انك لسه بتظبط في الاسم ولسه بتتعلم في الاسم، ده بينك وبين نفسك وده لا يطلع عليه الناس. تخيل بقى ان انت طلعت الحته بتاعت نفسك دي قدام الناس، فراح واحد جاي لك يقول لك صمم لي تصميم، رحت انت قلت له اه والله هصمم لك التصميم، ده احنا لسه بنتعلم، ده احنا لسه غلابه في التصميم. ساعتها اول ما يسمعك بتقول الكلام ده، ولا هيديك مليم واحد، ولا هيديك سنتيم واحد، ولا هيديك فرنك واحد، ولا هيديك فلس واحد. ليه؟ لان انت اظهر، لان انت شلت الكفر بتاع الغني واظهرت له المصور في شكل غلبان. اه والله احنا كلنا بنتعلم تصميم، والله احنا كلنا غلابه في الفوتوشوب. يبقى قابلني لو خدت منه مليم، يبقى انت غلط، يبقى انت في الحاله دي عطلت اسم الله الغني. انما لا، لما يبقى عندك اسم شغال، شغال قدام الناس وحط كفر اسم الغني. انما لما يبقى بينك وبين نفسك، ده حاجه تخص ربنا وتخصك بينك وبين نفسك، ما تطلعهاش قدام الناس. نفس الفكره انا بعملها مع جمهوري في اسم الله العليم. في اسم الله العليم اللي هو العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اتاهوني، ده حاجه بيني وبينه، ان ربنا بيؤتيني علم وان انا بستزيد بالعلم ده بينه وبين ربنا، وان انا اجهل ما يكون قدام الله سبحانه وتعالى وبطلب منه العلم، ده حاجه بينه وبين ربنا وبينه وبين نفسي. لكن بينه وبين الناس، بينه وبين المجتمع، بينه وبين الجمهور، لا، العمليه مختلفه. في اسم الغني محطوط كفر، احنا عندنا الدوره دي مثلا ب $300، لا انت بتتاجر بالعلم، انت بتعمل، قول اللي انت عايزه، هو ده اللي عندي، ولو مش هتحضر ولو مش عايز تحضر ما تحضرش. اصل دي اسماء حسنى اللي لازم افعلها في حياتي، والا ايه الصوره المضاده؟ الصوره المضاده انك تشيل الكفر بتاع اسم الغني وتقوم قايل ايه؟ احنا عاملين دوره مثلا، والله احنا غلابه وعاملين دوره واللي عايز يحضرها، واحنا عاملين تخفيضات كبيره، والدوره بدل ما تبقى ب $300 ب $30، يلا يا جماعه اللي عايز. لا 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 لا، انت كده عملت ايه؟ انت كده نزلت اسم الغني وخليته في الديل عندك، في ديل الاسماء، في اخر الاسماء تفعيلا، وبقى مصدر استغنائك عن الناس بقى معرض للزوال. فبقى علمك او بقى فوتوشوبك او بقى الحاجه اللي انت بتعملها بقت مصدر فقرك. فنفس يبقى سبحان الله، واحد قوي في الفوتوشوب وهو افقر واحد في الفوتوشوب، واحد عنده علم غزير وعنده علم جميل وافقر واحد بالعلم اللي عنده. فربنا سبحانه وتعالى يسلط عليك فوتوشوبك او علمك او تصميماتك في انها تبقى وسيله فقرك. ليه؟ لانك لم تدعو الله بالاسماء، لم تستغل الاسم اللي ربنا ادهولك في انه يغنيك بالاسم ده. ما ربنا سبحانه وتعالى بيعطي كل واحد اسم عشان يغنيه، عشان يعزه. هو ده سنه ربنا في الخلق، بيعطيك اسم عشان يغنيك، بيعطيك اسم عشان يعزك، عشان يعزك عن الناس وتبقى كرامتك مرفوعة. وكل واحد بقى بيعطيه اسم، ده اسم المصور، ده اسم السميع، ده اسم العليم، ده اسم الحكيم. كل واحد بقى ربنا بيدي اسم يغنيه ويعزه ويعيشه حياة كريمة. لو انت بقى ما عملتش المعادلة دي وخدت الاسم وعريته قدام الناس وبقى انا علمنا مجانا للناس وحاجتنا غلبة واحنا لا 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 لا، انت كده بدل ما ربنا سبحانه وتعالى يعزك بالعلم ده ويغنيك بالعلم ده، رحت انت قايل ربنا انا عندي علم بس انا ما زلت غلبان، انا ما زلت مسكينه، محدش هيقدرك ومحدش هيعزك ومحدش هيغنيك. لذلك لازم لما تكتشف موهبتك وتكتشف الاسم اللي ربنا اغناك فيه، لازم تستغني فيها عن الناس وتخلي الناس يحتاجوك فيه. دي سنه الحياه، لان انت برضو محتاجهم. يعني في المقابل انت محتاج تشتري سياره، محتاج تشتري اكل، ما انت في الحاله دي انت محتاجهم، فبتروح تعمل لهم ايه؟ بتروح تقول لهم الاكل ده شكله تعبان هتهولي مجانا، ولا بتروح تقول له ايه الحلاوه دي في الاكل والمطعم ده اكله جميل اتفضل ادي حقك. هي دي سنه الحياه، وهي دي الطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى مشغل بيها الاسماء عندنا كلنا. كل واحد عنده اسم مشغله بقيه الاسماء. فاوعى تعطل اسم الغني بسبب انك بخست الاسم الثاني اللي عندك اللي هو اسم قوتك حقه. ده كانت خطوات بسيطه. طبعا يطول الكلام في القيم النفسيه والروحيه للاسماء الحسنى. يعني على فكره اللي احنا قلناه ده كله خلال الدقائق اللي فاتت ما هو الا كان نبذه كده او زرار واحد من زراير كتير في اسم الغني. في طرق كتير ان شاء الله نتكلم عليها في الاسماء الحسنى، اللي هو كورس بمقابل مادي، وبمقابل مادي حلو كمان، مش بمقابل مادي قليل. ليه؟ لان هو دي سنه الحياه، وهو ده حق الله سبحانه وتعالى اللي وضعه في الخلق. والناس المعارضه اللي مش عاجبها الكلام ده احنا في غنى عنهم ومش محتاجين اصلا حضورهم في شيء، وربنا بيغنينا. اما الناس اللي بتقدر المعلومه، يعني انا اعلم الان ان في ناس بتتفرج عليا ونفسها تحضر وما معهاش المال لكن بتقدر،
بتقدر المعلومة، بتقدر الدقيقة اللي بتفرج عليها، دول برضو أعطوني طاقة. يعني هما الموضوع ده أعطاني منهم طاقة إيجابية، أعطاني منهم يعني دعوة كويسة، ما هي دي مقابل هما دفعوه. يبقى هنا برضو في الحالة دي المنتج اللي أنت بتقدمه تم تعزيزه وتم تقديره. أما الناس بقى المعترضة تماما، دول تخلوهم مع نفسهم، عايشين في عالم هيفضلوا طول عمرهم فقرجية، عايشين في الفقر وعايشين في الذل، ولن يستغنوا عن أحد ولن يغنيهم أحد. نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.